إذا رجعت أكثر من 50 سنة لورا في التاريخ، بتذكر كيف هون بدير مرشعية كنت أنا بعدني مبتدئ سنة 1947، وبيدخل على دير مرشعية شاب قلنا معلم المبتدئية اللي كان الأب مخيل معوض، بدي أعرفكم على يوسف يمي. بذكر هيك أعطانا انطباع رائع، كان فتح ذكي يستوعب الأشياء ويصغي إلى الآخرين، وهيدي من الذكريات اللي بعدها براسي. واكتشفت أنا أبونا يوسف الذكي اللي بيستوعب الدروس والمتفوق في دروسه، إلى جانب هالصفة اللي كانت فيه كان رياضي، كان يلعب فولي بول، كنت أنا وياه أكثر شيء نلعب بين بون. بعدنا بتذكر كانوا يجوا يتفرجوا علينا كيف نلعب كوبي بقى، وكان هو ما يهمه إذا بيربح أو بيخسر، كان بهمه فن اللعب بحد ذاته، يعني جمال اللعبة بحد ذاتها. وهيدي كانت تلفت لي انتباهي فيه، انه يحب الاتقان، يعني ما بهمه هو اذا بيربح ما بيربح بيخسر غيره، هو بهمه انه كل اللي بيعمله يكون له طابع جمالي، طابع حلو، طابع فن. يمكن اجمل حدث صار معنا بهالرحلة هي زيارتنا ببسكنتا للكاتب الشهير مخيل نعيمة. مخيل نعيمة كان صار بعمر يعني ما بعرف 60-70 سنة، وقتها استقبلنا بكتير من الفرح، يعني استقبلنا ببيته واخدنا صورة تذكارية نحن وياه، وحكيلنا اشياء كتير حلوة عن الشعر، عن الأدب، عن حياته، عن معرفته لجبران إلى آخره. بقى كنا نروح يقرأ لي قصايد، هالقصايد كانت تفاجئنا. أول شيء منا عادية، شوف إنه فيها خيال وفيها تطلعات ما ورائية. بعدين هود اكتشفت أنا الصوفية وما الصوفية اللي هو تقدم فيها كتير وعمل كتب بهالمجال، معناته أنه أبونا يوسف من هو بعده بطلعته، هو بعده ب 18 سنة إلى آخره، كان بلش يدخل بهالعالم الجواني، بهالعالم الغير شكل يلي هو التصوف. بونا يوسف بلش بدرس الفلسفة بروما تاني سنة بروم، وكان يطلع الأول بالصف، مع أنه كان فيه بالمدرسة بسانت أنسيل رهبان من جنسيات عديدة، كان في ألمان وكان في نمساويين وكان في إيطاليين وكان في فرنسوي. كان بونا يوسف هو يلفت النظر بذكاه وبعدين بعمقه وبتفكيره الفلسفي. لهالسبب طلع الأول بآخر السنة، وهيدي كانت مهمة كتير بهالوقت. ساعتها هو كان يقول لي هلق بدك تصغيلة. بقى كان يحكي لي كمل مثل اللي أنا أقوله عن الأثار، يكمله هو على الاستطلاعات اللي كان يعملها بعالم الاستنتاجات الصوفية العلمية إلى آخره. كان هو يقدر اللي أنا بعمله حتى يبني عليه
القصص اللي هو بده يحكيها يعني مبدئيا. كوري فلمين طلعت من الرهبنة اللبنانية الماري الأنطوني اللي كان موجود فيها إلى الكهنة العلماني بالستينات، وأخذ يدرس باليسوعية في بيروت، ويطل علينا خاصة بأيام الأعياد بالفرص وبأيام الصيف. وهون بدينا بهرجانات أهدن سنة 60 و61 62 63، كل سنة عمل مهرجانات على صعيد عالي كتير جدا وضاهط طبعا بهنيكي، بمهرجانات بيت الدين ومهرجانات بعلبك لهنيكي. كان جي مثل الله يرحمه وليد غلمية الموسيقي الكبير هو يخرج، كان شكيب خوري المخرج يخرج التمثيليات، والخوري يوسف يمين كان مسؤول عن الناحية الثقافية اللي تقوم عليها التمثيليات، بتقوم عليها مهرجانات محاضرات وأحاديث متعددة، بتقوم على معارض ثقافية ومعارض تراثية. كان وهون كان حب الخوري سمين انه ينبش تاريخ ادن زغرتا من مطبعة إصحية اللي كان يعمل رحلات كتير للشباب المثقفين عليها الى التراث الاهدني، سمعين خازم كتبه ومعرض الاسلحه اللي كانت عنده قديما يشوفها الى الناس. اذا كان له هالدور هونيك ضمن المهرجانات، كانت مثلا مسؤوله عن الرياضه وعن الفولكلور، المطران الدويهي كان مسؤول عن الاعلام والدعايه والنشر اللي كنا متعبين، وصغرتها كانت كلها مشاركه، كل لجنة بفوق 50 شخص من كل عائلة صغرتها. الخوري يوسف يمين الكاهن المناضل الذي تعب وضحى كثير في سبيل بلده وشعبه وأهل صغرتها مع الكهنة العاملين في صغرتها لم يعرف على حقيقته. كتب الكتب التاريخية اللي عملها عن صغرتها، الكتب اللي عملها عن الكنيسة المارونية، عن مجيء المسيح إلى قانا الجليل وإثبات من خلال الكتاب المقدس ومن خلال البراهين، هذه كتب تدل عن هالروح، أولا الروح المسيحية كاهن تصرف بكهنوته، ثانيا عن الروح اللبنانية الوطنية اللي كان يتحلى بها الخوري فهمين، وهيدي نادرا يتحلى بها كهنة، ضحوا في الكثير كثير في سبيل أن يحافظوا على بلدتهم، على كرامتها، على حضورها، على مجدها. كان يعرف تاريخ بلدته كثير، وكان ضحى كثير في سبيل ان تحافظ غرتها على وحدتها وعلى مجدها وعلى كرامتها وعلى حضورها الفاعل بالنسبه الى لبنان والمسيحيه والمارونيه في لبنان. الأب يوسف يمين له دور كبير، كان من الحلقة القريبة من الرئيس الفرنجي وخصوصا من مغفور له توني باك فرنجي. كان بالحلقة الضيقة لحد ما
طورت الأحداث وصار اللي صار وخسرنا الكبير ورفقاته والتمينا رجعنا على صغرتها وبلش مشوارنا بمحاولة إقامة إذاعة وتلفزيون وشغل ما عندنا خبرة فيه بس عندنا الإيمان، وكان وجود الأب يوسف يمين على رأس المؤسسة، هالوجود المميز بشغلي هو مطرح اللي بيكون، يا بيكون وملى كل شيء يا ما بيكون، ولا ممكن يتخلى عن المحل اللي موجود فيه إلا إذا انتفت الحاجة. كان وجوده هو عين العاصفة يلي ولدت مع إذاعة وتلفزيونات، هو عين العاصفة، هو كان الـ الـ المشجع والحافز تيطلع كل اللي طلع من هالإذاعة ومن هالتلفزيون. مشان هيك كان وجوده كتير ضروري، وعرفوا فيه الأخصام قبل الأصحاب، قدروا الأخصام أكتر. والبرهان ليلة اللي راح تيشق على أم حسين تكون اشتقلة لأنه عطول بنام بالإذاعة، فجروا له سيارته. تفجير أصابه بس ما أصاب إيمانه، نجا مش لأنه هني ما بدهم يقتلوه، نجا لأنه الله بده يخليه. خف الضغط عن الأب يوسف يمين، بقي حضوره، لكن توجه بهالطاقة الغريبة اللي عنده إياها بيها الأوقات الفراغ الصغيرة تيحللنا موضوع المرضى وليش المرضى، شو دور المرضى، شو هني المرضى، لدرجة صار هو اسمه أبو المرضي وعن الصحابة. فعلا مهمة كتير 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 صعبة عم تنطلب منا تنقدر نحدد معالم هالعاصفة اللي اسمها الأب يوسف يمين. تعرفت علي بطبيعة الحال، كنت طالب بغزير، طالب إكليريكي، سنة 1966 مع سواي من رفقاء صفي يلي كان عددنا
36 إكليريكي شباب واعدين بكنيسة المارونية، وإجا لعنا على مدة 4 سنين الخوري يوسف يمين، مرشد ومربي ومعلم. بقول مرشد لأنه على مدة 4 سنين كنا نسترشد عند حضرته، ومربي كان إلنا الحظ الكبير أنه نتعلم تحت يده وننفتح على الفكر العالمي وديانات العالم، وما بقى نبقى محصورين فقط بما كنا نعرفه بالدين المسيحي أو بالدين اليهودي أو بالدين الإسلامي. معه تعرفنا على وسعة كبيرة ومروحة كبيرة بديانات العالم يلي كلها عم تسعى تتكتشف الحقيقة. وهي المقاربة يلي كان الخوري يوسف يمين الكاهن الشاب يوم ذاك هو عم بيعلمنا إياها، وبقول عم بيعلمنا إياها لأنه كان عنده ونشوف فيه الرغبة الجامحة تي ربينا تي علمنا تي مرق لنا المعرفة وحبه للحقيقة. نحن مع صغر سنة كنا بصف الكاتريام والتروازيام والسجوند والبرمير، يعني مراهقين، نسمع بكلمة سكلي مطرح ما هو تعلم وتخصص بالذرة. يعني هلأ اليوم الناس ما بتعرف شو يعني سكلي لما بتحكيها قدام أي إنسان. بقى نحن من 66 وطالع كنا نعرف هالأمور عن الذرة، نسمع خوري ماروني متخصص بالذرة، منعرف بيتخصص بمرفريم، بيتخصص بعلوم دينية كتاب مقدس أو بالتاريخ، بس بالعلم أبونا يوسف يمين كان من الأوائل إذا ما كان الأول كاهن بيروح بيتخصص بالعلم، ومن خلال العلم بده يوصل للإيمان ويوصل لله. ما كان شايف بالذرة ومع كل أبحاثه إلا أنه هي من إنتاج ربنا، وأنه الإيمان بيقدر يوصله من خلال غوصه بهالذرة الصغيرة يلي هي بحسب ما كان يروي لنا الميكروكوسم ضمن الماكروكوسم، يعني كل هال الإنتاج الكبير يلي بيوصلك إلى سر الله. أبونا يوسف يمين قيمة كنسية، من خلاله تعرفنا أول ما تعرفنا على البعد الشامل للكنيسة، ومن هالباب دخل إلى الكنيسة المارونية، اكتشفنا فيه عاشق للكنيسة المارونية، ومن عشقه لهالكنيسة يلي كان بيعرف علمائها وبخاصة العلماء الإهدنيين يلي كان متشرب منهم ومنعجب لغاية الانعجاب بهالجماعات يلي أنتجتهم أرض صغرتا وإهدن والجوار، يلي سافروا على روما وتأقلموا مع العلم الأوروبي وعلى العصرنة، ولما رجعوا لهون وإجوا فتحوا مدارس وجابوا المطبعة معهم وفتحوا لبنان والموارنة على الكنيسة الرومانية. كل هالأمور هيدي كان شايفها أبونا يوسف يمين، وهو أول من علمنا هالأمور. الخوري يوسف يمين كمان من ضمن المآثر يلي منربح له إياها دوره القيادة، حس القيادة عنده ككاهن ما منشوفه دايما مع كل الكهنة، كلهم خير وبركة، لكن أبونا يوسف يمين كنا نشعر فيه رأيه انفتاحه زكيل بشرقت، بيعرف شو بده بيعرف شو ما بده. وأنا بعتبر أنه
قدم للكنيسة المارونية وللكنيسة الشرقية خصوصا كلنا سوا بهالشرق نموذج حتى نطلع من تخلفنا، بدنا نمشي بدرب فريق العمل. وهيدي أبونا يوسف عاشة، صحيح كان معه المطران هكتور الدويهي، بس شكلوا فريق عمل مع بعضهم، يعني الفضل لإلهم كلهم كخلق بكل الكنيسة المارونية بيت الكاهن، ودرجوا بهيداك الوقت بين صغرتا وقادن بخبرة فريدة لحد هلأ مش لعلمي حيلا رعية أو أي رعية تانية قدرت عملت هالشي. هو ما بس منظر، والفكرة طلقت الفكرة يلي سبق وحكيت عنها، هو مطبق عاش. وهالعاش يلي وفره برعية صغرتا وإهدن وربى حوالي جماعات من الكهنة، مثل ما كان سبق وربى أجيال من كهنة كنيسة لبنان، إن كان رفقتنا قبلنا أو اللي بعدنا يلي صحلن يمرقوا تحت إيده ويتدربوا ويتكبسوا على إيده، كلهم طلعوا جماعة إبداعيين عم بيفتشوا عن الحقيقة، عم بيطيروا باتجاه الحقيقة. تعرفت على أبونا يمين بالمدرسة الإكليريكية بغزير، وجذبني في شفافيته وصدقه مع ذاته ومع الآخرين. توطدت العلاقة فيما بعد لمن هو راح على فرنسا، ولمن بآخر الستينات كنت أطلع على إهدن خاصة بالصفية أترك الجامعة لمساعدة بونا هكتار ورفاقه الكهنة في بيت الكهنة من أجل جمع الشباب الزغرتاوي الإهدني لعمل مشروع مشترك. وهيك تعرفت عليه عن قرب، ومن وقتها استمر زيارتي لألون كان بصغرتها بالشتاء أو بإهدن بالصيفية، مرات لحالي ومرات مع أفراد العائلة، وكانت هالزيارات نوع من حج إلى مقر بير يمين. يلي بيميز بير يمين هن ثلاث أمور. النقطة الأولى فيها هي علاقته بالسالوس، الله السالوس، يلي هو محبة مطلقة. عن هالمحبة نوجد كل الأكوان، مثل ما بيقول بير يمين، مش الكون، ما في كون واحد، في أكوان. النقطة الأولى هي خبرته لهالسالوس. اثنين هو تعمقه بهالخبرة، وكل ما تقدم بالعمر كل ما زاد شفافية وزادت رؤية وضوح. والنقطة الثالثة هو نقل هالخبرة إلى الآخرين. عشق بنا يمين الصوفي لهالصورة يلي كونها عن يسوع ما كان عشق مجرد ترجموا كلاما بأقوال وشعر صوفي بغاية العمق وبغاية البساطة. تعلقه الأول بالقيم، وعلى رأسها الحرية الكيانية والكرامة الوجودية المعطاة لكل إنسان تحت كل سماء. مشان هيك بير يمين منفتح انفتاح كلي لاستقبال كل الناس دون قيد أو شرط.
النقطة الثانية هو تعلقه بالإنسان تحت كل سماء، والنقطة الثالثة هو تعلقه بالأرض. هالأرض هذه اللي رمزها بلبنان وعشقه للبنان وكتب أمور عديدة حول الموضوع ولخص عشقه لأرض لبنان هالبوتقة الإنسانية المميزة بعشقه لإهدن يلي جعل منها هي المقر الأساسي لجنة عدن. ثلاث أبعاد، عشقه للقيم، عشقه للإنسان، وعشقه للأرض، دفع بير يمين إلى التعلق لحد الانبهار بالجماعة يلي بتمثل الرابط ما بين الإنسان والقيم والأرض يلي هي كنيسته المارونية، وهو مغروم بكنيسته المارونية بكل ما فيها بكل من فيها بكل خبراتها التاريخية. المردة، تعلقه بالمردة لثلاث أسباب، ثلاث أسباب هي بالعمق وبالجوهر. تعلق بالمردة لأنه تمردوا وواجهوا قساوة الطبيعة والمناخ في جرود لبنان، جللوا الوعر، فتفتوا الصخر، أنبتوا مواد حياتهم وأنبتوا الحضارة. التعلق الثاني بالمردة للسبب الثاني هو تمرد ومقاومة هالمرة لقساوة وغلاظة الإنسان يلي طامع بهالأرض يلي تحولت جنة منها إهدن آدان، وبالتالي كان هالمردة هني رمز العنفوان، رمز روحية المقاومة ضد كل فساد من الداخل وكل طامع يغتصب الحرية والكرامة في لبنان. نوع فريد من التمرد هو التمارد والتطاول والاستنهاض صوب العلا، صوب المطلقات، صوب القيم، صوب القيم السامية يلي هو مآمن فيها ويلي شافها القيم منا كلمات مجردة ولا فلسفة. بالنسبة لبريامين هالقيم عند وجه إنسان هي وجهها وجه المسيح. أنا طبيب جراح، طلعت على التقاعد، بس قبل ما أطلع بعد مسار طويل بهالحياة كان أسئلة كتير ما كنا لقي لها أجوبة، وبلقاء مع بعض الأصدقاء طرح موضوع الروح وعلاقته بالجنين، وأنا كان جوابي السريع أنه الروح موجودة قبل الجنين، موجودة بالذرة. وانتقلت أعمل بحث طويل طويل ما أخذ معي شي سنة وشوي سنتين، تا هناك يوم صديق مشترك دكتور سمير خوري يعني شجعني أطلع التقى ببير يوسف يمين، وهكذا كان طلعنا على إهدين بصيف 2009 والتقيت بهالإنسان بهالخوري، ومن أول لقاء حسيت إنه إنسان عنده مسار طويل بعلم الذرة، إنسان علمي وبنفس الوقت مسار أكبر
كخوري كإنسان عنده روحانيات عميقة. بعد لقاءات عديدة توصلت أن أوضع مسودة بتحكي عن هالموضوع، وطرحت على الأبونا يوسف يمين، خصوصا أنه النظرية بتحكي عن الكون عم بيتقدم وهو عم بيزيد قيمة، والنظرية بتلتقى مع نظرية تياردو شاردان يلي بير يمين هو عضو بهالجمعية. لقاءاتنا احنا استمرت من 2009 لحديت هلا، وهي لقاءات دولية يعني، وكل لقاء بشجعنا نرجع نطلع أكثر. وأنا بهالكم سنة صدر له النسخة الثانية أو الجديدة لكتاب له عن المسيح ولد في لبنان، وأنا هذا الموضوع ما كنت معرفه، وما كنت متصور إنه خوري بيتناول هالموضوع بهالطريقة، بطريقة كتير علمية مع مستندة. بس قريته وريته لأصدقائي تغيرت نظرتنا كليا ليسوع المسيح، مش لأنه ولد في لبنان، بس لأنه الطرح اللي بالطريقة اللي طرحها في بير يمين اللي هي برجع بقول علمية موثقة، ضبطنا على قراءة جديدة ليسوع المسيح ولا مسيحيتنا نحن. لو ما تركت الحرب أثر الظاهر على جسد عمي الأب يوسف يمين وعلى ملامحه من خلال العبوة النسفة اللي انفجرت تحت سيارته، لكن هلأ عم بيقرب من 80 بقدمين أكثر ثباتاً وبعافية بدنية أفضل. العناية الإلهية ما تخلت عنه يومتها، لكن اللي منطال بهيك العبوة الناس في العينة صلابته الداخلية، وهي الأساس، صلابته الداخلية المقضودة من صخور أهدن، ومعنويته العالية اللي مثل مرتفعاتها وأعاليها، وعزته يلي تبدو وكأنها امتداد لعزتها. الحكي عن أبونا يوسف يمين مسؤولية كبيرة، لأنه رجل غني مثقف مختلف عن الآخرين، متفرد يكاد يكون نادرا في ذاك الزمان يوم علمنا بمعهد غزير لبضع سنوات. رح خبر وأنا عم بتذكر أهم سمات هذا الرجل. أول شيء هو رجل أصل، رجل أصيل تماما، مثل ما كانوا الرسل بجديتهم ملتزمين بطريق المسيح، كان هالرجل ما عنده مساومة حول هالقضية. تاني مسألة، هو رجل حوار، le vrai sage respecte les esprits،
كان يحترم الصغير والكبير ويقيم حوار معهم حول موضوعات كبيرة. ما كانش يفكر انه هيدا هلأ فتى او طفل ما بيستوعب، بالعكس كان يخليه يشعر انه هو قادر انه يفكر وقادر يعطي وقادر يطرح علامات استفهام وقادر يعرف. رجل مبدئي عنده فكر استراتيجي صريح جريء، تعلمنا اشياء كتيرة منه، وبخاصة وقت كان يشرح لنا حول السياسة الدولية والأخطار المحدقة بالكنيسة وبالمسيح، وكان يحكينا عن هالتيارات والبدع والأفكار الخطرة لأول مرة كنا نسمعها منه وحده. الباقي المعلمين كانوا تقليديين إجمالا، ولكن هو كان خارج على المألوف ومثل ما قلت مختلف، وصوته كان صوت يحتوي على سلطة، بقدر أقول هيك. هاي السلطة كانت تجي من صفة كتير مهمة بهيك الزمان، هي كأنه كان يؤمن بإلهامات الروح القدس، مثل ما المسيح كان يعلم وهو صاحب سلطة. الأب يمين شخصية ساحرة وماهرة ومليانة بصراحة، يجذب الآخرين نحو الثقافة والمعرفة، وخصوصا نحو إتمام إرادة الله. إنه كان يجي كل يوم صباحا على الصف مزعوج من قضايا الجسد ومشاغل الجسد، وكان يتمنى يقول دايما انه يا ريت بيخترعوا شي حبي لحتى يبطل الانسان يلتهي بالاكل وبحاجاته الجسدية. هيدا هاجس كتير كبير عنده، كان يتعذب بسبب حدود الجسد ومطلقية الروح. كان هالرجل وعلمنا نكون سكرانين بالتراث الماروني. كان دايما يحكينا عن المدرسة المارونية بروما ومدرسة عين ورقة بلبنان، ومن الاشياء اللي حافظين عنه انه دجاجات عين ورقة بيحكوا 7 لغات حتما ما عدا الفراطة. هاي المبالغة انا كتير شفت فيها حلاوة بحياتي ودايما بتذكرها، ودايما بشوف بالتراث الماروني الاشياء اللي عم بتضوي مش الاشياء اللي عم تنطفي. صف ابونا يمين ما خلص من سنة 65، بعده مستمر، هو معلم دائم ما فيك تنسي، سواء فات على غرفة يعطيك صف عادي اكاديمي أو غاب عنك. ليش؟ لأنه هيلته وهجه بلحقوك مدى العمر، وهذا اللي صار فينا أقله أنا حتى ما عمم، لأنه معه سواء بلغته أو بطريقة تعليمه أو بهالهيل اللي كان يعطيها لأفكاره، نحن بصراحة دايما كنا نفتخر أنه أن يكون عندنا حضور مثل حضور هالرجل ولغة مثل لغة هالرجل. وأهم شيء تذكرناه أنا أقله أخذته عنه، مش بس أنه ما يضعف الإنسان أمام البدع، كمان أخذت عنه شغلي أنه ما يساوي بين المسيح وسائر الحكماء والمفكرين في الحضارة الإنسانية. ما كان يحب البشاعة، ما كان يحب البشاعة بشي، حتى انه خبرنا هونيك يوم انه زار احد الاديرة
واللي استقبلوا من الرهبات ما كانت الابتسامة والفرح وجوههم. قام وقتها بانفعال صرخ قال المسيح ومن دون فرح. لا سلطة ولا جاه ولا مال ولا أي إغراءات ممكن تهزنا من بعد ما تلمزنا على يد هالرجل العصامي الجدي بفكره وبروحه. كيف يمكن للمرء أن يتحرر من لغة الشمس؟ كيف يمكن للمرء ألا يرى النور أو ألا يتذوق وجها كريما خصبا لا ينسى؟ هذا الوجه سواء في حقيقته هو في القلب أو في مجازه هو في الروح. أنا إهدني بدرجة أولى وأخيرة، وأنا كاهن ماروني لبناني. شو اكتشفت بإهدنيتي؟ لأن أنا إهدني بدرجة أولى، اكتشفت بإهدنيتي وجوات ذاتي الإهدنية وثبي نحو الكونية. إهدن خليتي اكتشف الكونية. خلاصة حياتي هي بالضبط وبشفافية تامة وبشكل حي، اكتشفت وعشت بذاتي انه المسيح هو كل شيء وفي كل شيء.